السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، سنة أولى بكالوريا علوم تجريبية خيار فرنسي، ومرحبا بكم في فيديو آخر في إطار ليتود تي دو، الوحدة الثانية اللي هي لا برودكسيون دو لا ماتيير أورغانيك إي لو فلو دو لينيرجي، يعني إنتاج المادة العضوية وتدفق الطاقة. دايجا خدمت معاكم في لا فيديو الأول إنتخوديكسيون على هاد لينيتي كلها، وقلت لكم شنو الدروس اللي كاينين في هاد الوحده هذه. دونك كتذكير فقط شنو درنا في لا فيديو الاول، قلت لكم ان النبات التغذيه يعني سو سون دي زيتر فيفون اوتو تروف، وكيحتاجوا قلنا باش يديروا باش ينتجوا الماده العضويه تحتاجوا بيان سور مجموعه من العناصر، بيناتهم كيحتاجوا اللو الماء، تيحتاجوا لي سيل مينيرو كون الاملاح المعدنيه، تيحتاجوا الطاقه الضوئيه كذلك. دونك هاد العناصر هادو اللي تحتاجو بيان سور هادشي كله في اطار ظاهره ما يسمى بظاهره التركيب الضوئي. وكذلك كيحتاجو باش ما ننساش كيحتاجو حتى السي او 2 ثنائي اكسيد الكربون باش انهم كيديروا ظاهره التركيب الضوئي، وبالتالي كيصوبوا لا ماتيير اورغانيك يعني كيصوبوا الماده العضويه ديالهم. هذا كتذكير فقط. غندوزو بالنسبه لهاد الحصه هادي بالنسبه للدرس الاول باطون، بالنسبه للدرس الاول في هاد الوحده هادي فيه لابسوربسيون دو لو اي دي سيل مينيرو شي لي بلونت كلوروفيل، يعني امتصاص الماء والاملاح المعدنيه من طرف النباتات اليخضريه. غنشوفوا كيفاش ان النباتات كتقدر تمتص الماء، ولا الطريقه ولا الكيفيه اللي كدير النباتات باش انها تقدر تمتص الماء والاملاح المعدنيه من الوسط الخارجي. غنبداو على بركه الله وغنبداو بالدوكيمون الاولى لا ميس اون ايفيدونس لامبورطونس دي سيل مينو بور لا في دي بلونت كلوروفيليان. هنايا عندي فيغور 1 لا ميزور دو فوليوم دو ابسوربي بار اون بلونت، يعني عندي اون بلونت وعندي واحد النبته دراها فواحد لو ريسيبيون كونتيان لو داكوغ، فواحد لي ريسيبيون فيه الماء. وهنايا كنقيسو لا ميزور دو لو فوليوم دو، يعني تنقيسو حجم الماء في بدايه التجربه في بداية التجربة تزارو وفي نهاية التجربة. إيه لاحظتوا أن كمية الماء راها نقصات من بداية التجربة إلى نهاية التجربة، يعني هذا دليل على أن النباتات تقوم بامتصاص الماء. داكوغ، هذا الشيء اللي كتبين لي هاد التجربة هذه. ندوزو للتجربة الموية فيغور دو، عطيني دو ريسيبيون فيهم واحد ريسيبيون فيه واحد البلونت زائد فيه لو ديستيلي ما يسمى بالماء المقطر زائد الام بي كال الاملاح المعدنيه، يعني البوتاسيوم والكالسيوم و داكوغ، هادو املاح معدنيه ام بي كال. الوغ كو بالنسبه لهاد النبته هادي عطيناها غير لو ديستيلي، لو ديستيلي الماء المقطر ما تيكونش فيه الاملاح المعدنيه. و الا لاحظنا ان النبته اللي فيها الماء والاملاح المعدنيه نمو النبته داكوغ، الوغ كو بالنسبه للنباتات اللي درناها فقط في الماء المقطر بدون املاح معدنيه هنايا ذبول النبته. يعني شنو غنستخرج من هادشي كله هو ان النباتات تقوم بامتصاص الماء والاملاح المعدنيه، وهاد الماء والاملاح المعدنيه ضروريين لنمو النباتات. هذا هو الخلاصه اللي يمكن نخرجوا بها من هاد الوثائق. و غندوزو مثلا اون فوا فوا la mise en évidence des échanges d'eau chez les plantes chlorophylliennes. يعني غنشوفوا واحد التجربه اللي كتبين ليا على ان النباتات كتقوم بتبادلات الماء داكوغ، يعني ما بين الوسط الخارجي والنبته. دونك قبل ما نبدا لكم التجربه كاين واحد واحد ليكزومبل، مثلا الا خدينا مثلا الحمص ورقدناه باغ اكزومبل كيولي منفوخ، علاش يولي منفوخ؟ حيت تيدخل ليه الماء، خليناه بات في الماء راه تيدخل ليه الماء. مثلا الا خدينا باغ اكزومبل اللوبيا مثلا ورقدناها مثلا وخليناها الغد ليه عاود حتى هي كتصبح منفوخه، علاش؟ حيت امتصت الماء دخل ليها الماء. يعني ان هنا النباتات كيف ما كانت اي نبته اوني فيو بيان سور او نيفو دان تيسو فيجيتال، يعني نسيج نباتي، اي نبته كيف ما كانت الا وانها راها كتقوم بتبادلات الماء. اول حاجه انها كتمتص الماء داكوغ، عطيتكم اكزومبل ديال الفول وديال اللوبيا مثلا.
كاين كذلك مثال مثلا فاش كناخذوا اون سالاد، مثلا سلطه فيها ما مثلا خدينا مطيشه وبصله وحطيناهم، الى درنا فيهم الملحه، ملي تنديروا فيهم الملحه وتسنينا واحد الوقت حطيناهم، غلقوا ان الماء خرج، غلقوا الماء خرج، يعني ان هنايا هاد النباتات المطيشه والبصله راها خرجت الماء، يعني ان النباتات يعني اون فيت راها كتمتص الماء وكذلك كتخرج الماء، يعني كاين تبادل ديال الماء. غنشوفوا شنو هي الحالات، امتى كتمتص الماء، امتى كيدخل ليها الماء في الداخل ديالها في الوسط ديال الخليه، وامتى كيخرج منها الماء. وكاين كذلك تجربه اخرى اللي هي ديال الفريت، هكا غتكونوا ديجا دايرينها، غتكونوا درتوها في القسم. دونك بالنسبه لهاد التجربه شنو فيها، فيها اننا تناخذ واحد القطعه، واحد البطاطا، ملي تناخذوها تنحاولوا اننا نقطعوها على شكل فريت، على شكل فريت، ولكن هاد الفريت يكون متساوي، يكون عنده نفس الطول. هنا تقريبا في لالونكور في الطول هنايا خداو طول هو 50 مليلتر، خص هذاك الفريت اللي غادي نقطعو يكون عندهم نفس الطول اللي هو 50 مليلتر. اي باغ لا سويت اون فا بروندغ بيان سور دي توب، يعني غناخدو واحد المخبر، بزاف ديال المخبر من واحد حتى لتسعود، كل مخبر الاختلاف ما بين هاد المختلف المخابر هما انه هو لا كونسونطراسيون ديال الساكاروز. الساكاروز راه سكر، بحال نقولو السكر، ولا ممكن نديرو حتى الملحه. دونك الاختلاف مثلا في الى لاحظنا مثلا باغ اكزومبل هنا جدول عندي تيوب 1 المخبر رقم 1، مثلا هنا ما درناش فيه السكر، في خاطر الساكاروز ما درناهش، ولا الملحه، راه كل واحد شنو تيدير، ما درناش، يعني لا كونسونطراسيون صفر. هنا في لو تيب 2 مثلا درنا لا كونسونطراسيون 0.12، مثلا درنا غير نص معلقه باغ اكزومبل، في 3 درنا مثلا معلقه هي 0.25، اسي سويت. انا غير نمثل لكم يعني التركيز، التركيز ديال السكر غادي تيتزاد من لو تيب 1 حتى لو تيب 9، غادي تيتزاد التركيز ديال الساكاروز. هذا هو باردون، هذا هو الاختلاف ما بين هاد مختلف الانابيب. اي باغ لا سويت في الاخر بيان سور تنخليهم بوندون بعدا 3 زور، تنخليهم 3 ديال السوايع ولا اكثر. باغ لا سويت اون فا سورتي لي فريت، غادي نخرجوهم، ها هما كوم فوفويي درناهم هنا في الانابيب، في الاخر غادي نخرجوهم وغادي نعبروا الطول ديالهم. كوم فوفويي لاحظتوا ما عندهمش نفس الطول، كاينين دي فريت اللي تزادوا، كاينين قطع اللي تزادوا، كاين قطع اخرى اللي نقصوا، حنا غادي نشوف. دونك هنا في هذا الجدول هذا عطيكم التوب، عطيكم لو تيوب، عطيكم كيف ما قلت لكم تركيز السكروز غادي يتزاد من 1 حتى 9، عطيكم لا لونكور انسيال، وفينا الطول البدئي والطول النهائي. وغنشدوا لي هنايا في ال ام و ال 0 هو انا كنشوف الفرق، يعني شحال زاد ولا شحال نقص، يعني اوتوماتيكمون نشدو الطول النهائي ونقصوه من الطول البدئي باش نشوفو هاد البطاطا، هاد القطعه البطاطا هادي واش تزادت في الطول ولا نقصت ولا بقات نفس الطول اللي هو 50 ملي متر. دونك الى لاحظنا هنايا في اليوتيوب هنايا زائد، يعني هادو اللي فيهم زائد راه تزاد في الطول ديالهم، هادو اللي فيهم ناقص يعني راه نقص في الطول. هكا في الاول قال لك في لا كيسيون لا بريزونتي لي ريزلتا دون ان تابلو اي فير ان ريبريزونطاسيون غرافيك دو بورسونتاج دو لا فارياسيون دو لا لونغور دي فريت ان فونكسيون دو لا كونسونطراسيون دو ساكاروز. دونك هنايا غادي قال لك هنايا دير واحد الرسم يبياني تيمثل ليا بيان سور البورسونتاج ديال لا فارياسيون دو لا لونغور، هادي غنديرو لا فارياسيون اون فونكسيون بيان سور دو لا كونسونطراسيون، ديجا ها هو ممثل. هنايا عندي لا فارياسيون ديال لا لونغور، تغير ديال الطول ديال البطاطس، داكوغ، وهنايا عندي لا كونسونطراسيون. إلا لاحظتو إلا جينا بان نفرقو هاد لي كونسونطراسيون، جوج ديال لي كونسونطراسيون ولا بلوتو 3، بالنسبة لي كونسونطراسيون لي صغر من 0.4 راه لا لونغور إلا لاحظتو تيتزاد. أنا نرجع لو طابلو باش هانتوما من لو تيب 1 حتى لو تيب 3 اون اوبسيرف كو لا لونغور ديال هاد الفخيت هادو اوغمونت، كيتزاد كيرتفع، كيتزاد الطول ديال قطع البطاطس من الانبوب رقم 1 حتى الانبوب رقم
ثلاثة، الوغ كو من الأنبوب ربعة حتى الأنبوب تسعود كنلاحظوا أن الطول ديال قطع البطاطس ينخفض. داكوغ، يعني نقولوا أن لا لونغور ديال لي فخيت دو توب 4 جوسكو توب 9 لا لونغور دو فراغمون دو فخيت ديميني تينقص. دونك هادشي اللي هنايا، هنا راه الرسم عندي ديجا ترسم، عندي الرسم كيف ما قلت لكم طول ديال البطاطس من حتى ل 0.4 من يوتيوب الاول حتى ل 0.4 راه كيتزاد لا لونغو ها هو تيتزاد، ولكن مورا بالضبط 0.4 طول ديال البطاطس الى حتو غادي تينقص كوفوي غادي وتينقص. بالنسبه لهاد لو ميليو هذا اللي كيتزاد فيه طول البطاطس كيتسمى ميليو ايبو تونيك، وسط ذو تركيز منخفض او كنقولوا وسط ناقص التوتر، ناقص التوتر هي وسط ذو تركيز منخفض. بالنسبه لهاد لو ميليو اللي تينقص فيه طول البطاطس كنقولوا راه هاد لو ميليو الخارجي، يعني كنهضر على الوسط الخارجي اللي هو داك الانبوب اللي فيه داك السكروز، كنقولوا ان لو ميليو ايبرتونيك، ميليو ايبرتونيك هي وسط مرتفع التركيز او مفرط التركيز. مفرط التركيز راه هي نفس الشيء مرتفع التركيز، غادي نجي نشرح لكم هاد المهم ايبوتونيك علاش في ميليو ايبوتونيك تزاد وعلاش في ايبرتونيك نقص. دونك بالنسبه لاناليز بعدا لي ريزولطا مونتر اون اوغمونطاسيون كيف ما قلت لكم تلا لونغو دي فريت دون دي كونسونطراسيون دو ساكاروز 2.0 دونك 2 à 0.25 مول بار لتر dans des solutions de saccharose à concentration supérieure ou bien égale à 0,3 et que la taille des frites augmente dans les solutions peu concentrées et diminue dans les solutions concentrées. يعني فاش يكون هاد الفريت هذا في واحد التركيز اللي هو ضعيف داكور راه الطول ديال البطاطس تيتزاد، ولكن ملي كيكون في التركيز في انابيب اللي هي ذات تراكيز اللي هي مرتفعه طول ديال البطاطس تنقص. او طول لا فارياسيون لا لونغور بروبورسيونيل ا لا كونسونطراسيون اي نول بور اون كونسونطراسيون دوني اون بو ديتيرميني غرافيكمون ا بارتير لا كورب لو بوين سيتوي ا لانترسيكسيون لا كورب اي لاكس لابسيس permet d'évaluer l'équivalent de la cellule. يعني هنايا باش غنحدد شنو هو دونك عندي لداخل الخليه، لداخل ملي نقول داخل الخليه لداخل ديال ديك بطابه داك الفريت لداخل ديالو الوسط كنقول الوسط الداخلي، وكاين الوسط الخارجي اللي هو هذاك الماء اللي فيه السكر داك هو الوسط الخارجي. داكو الا بغينا حنايا نعرفوا التركيز ديال الوسط الداخلي ديال البطاطس شحال باش نعرفوها كنمشيو وكنديرو لانترسيكسيون، كنمشيو كنديرو هنايا لانترسيكسيون بيان سور هنا كيتزاد كيف ما قلت لكم هنا تينقص، ولكن كندير انترسيكسيون مع هاد النقطة هادي داكوغ في الصفر ملي تتكون يعني ما كاينش شونجمون ما كاينش تغيير في الطول، في الطول يعني صفر يعني ما تزاد ما تزاد ديك البطاطا ما نقصات الطول ديالها بقى كيف ما هو ما زاد ما نقص، وكندير لانترسيكسيون مع الصفر مع هاد الغراف مع هاد الميبيان هذا كندير التقاطع وكندير التقاطع وكنزل هاكا كندير بروجيكسيون كندير بروجيكسيون هاد النقطه هادي هاد لا كونسونطراسيون هو لا كونسونطراسيون كنسميو كونسونطراسيون ايزوتونيك، يعني ملي يكون الوسط متساوي التوتر يعني اوتوماتيكمون الوسط الداخلي يساوي تركيز الوسط الخارجي، يعني اوتوماتيكمون هنا غنستنتج تركيز ديال الداخل ديال الفريت الداخل ديال ديك الخليه هادي شحال كيساوي. دونك باش نفسرو علاش عند ارتفاع وعندي انخفاض في هادوك لي ميليو، donc on a la courbe obtenue montre que les dimensions des frites dépendent de la concentration du milieu. يعني الطول ديال البطاطس عنده علاقة بالتركيز ديال الماء بالتركيز ديال pardon بالتركيز ديال داك المحلول، يما تيرتفع كيتزاد الطول ديالهم يما تنخفض
الطول ديالهم. دونك باش غادي في نظركم باش غادي نقدروا نفسروا هذيك الزياده ديال الطول ديال البطاطس. دونك باش نقدروا نفسروها هي بدخول الماء dans un milieu hypotonique, les cellules s'allongent en réseau de la turgescence. في واحد الوسط اللي تيكون ناقص التوتر يعني التركيز منخفض قلنا ان لي سيلول سالونج يعني تزاد في الطول ديالهم علاش اون ريزو دو لا تيرجوسون نقولوا لا تيرجوسون سيتادير بسبب باسم بظاهرة الامتلاء يعني الماء هنا في هذه الحاله كيدخل داكو مي تيكون الوسط الخارجي دو تركيز اللي هو ضعيف والوسط الداخلي النبتة دو تركيز اوتوماتيكو ولا كان في برا والتركيز ناقص ولا التركيز ضعيف في الداخل تيكون التركيز مرتفع وهنا الماء كينتقل دائما من الوسط الاقل تركيز الوسط الاكثر تركيز يعني اوتوماتيكو غادي يدخل الماء ومي غادي يدخل الماء غادي يرتفع الطول ديال البطاطس alors que في الميليو هايبرتونيك يعني في واحد الوسط اللي هو مرتفع التوتر يعني الوسط الخارجي مي كيكون مرتفع التوتر الا كان مرتفع التوتر في برا في الوسط الخارجي في الداخل ديال الخليه اوتوماتيكو غيكون منخفض وقلت لكم ان الماء كينتقل من الوسط المنخفض نحو الوسط المرتفع يعني انه في هذه الحاله هذه غادي يخرج وهذه تكون بال بلاسموليز ظاهره البذبه خروج الماء من واحد الوسط اللي هو منخفض التوتر نحو وسط مرتفع التوتر كيتسمى بلاسموليز ظاهره البلازمه وبالتالي ملي غادي يخرج الماء غادي ينقص الطول ديال البطاطس دونك بار لا سويت غنشوفو لا ستركتور سيلولير او بيان لا ميس اون ايفيدونس دي شونج دو او نيفو لا سيلول كيفاش بالضبط النباتات كتبادل الماء مع الوسط الخارجي وقبل خصني بيان سور كاين جوج ديال لي سيلول كيف ما كتعرفوا عندي سيلول انيمال وسيلول فيجيتال خليه نباتيه وخليه حيوانيه قبل ما غادي نشوفوا لي زيشانج غادي بعدا نشوفوا لا ديفيرونس ما بين سيلول انيمال وسيلول فيجيتال دونك فو فويي هنا عندي سيلول انيمال وهنا سيلول فيجيتال اي سيلول كيف ما كانت شنو هما لي بوان كومون شنو تلقى فيها دائما سواء كانت نباتيه ولا حيوانيه اول حاجه كنلقى فيها سكون ابيل لا مومبران سيتوبلازميك كون فو فويي لا مومبران سيتوبلازميك بالنسبه هو هذا الخط هذا اللي داير في برا هو الغشاء السيتوبلازمي كذلك هنايا هذا الخط هذا اللي في التحت هذا راه ما بينش بزاف هذا الخط اللي مدور هكا راه هو الغشاء السيتوبلازمي كاين كذلك السيتوبلازم ها هو السيتوبلازم هو داك السائل فين كيكونوا هذيك العضيات كاين كذلك النواة وكاين بالاضافه الى انه كاين الميتوكوندري واحد المهم واحد العضي حتى هو كيكون كاين لاباري دو غوجي المهم هادو بعدا العناصر والنقط الاساسيه اللي مهمه دابا غنشوفوا الاختلاف ما بين خليه نباتيه وخليه حيوانيه الى لاحظتوا هنايا خليه نباتيه اللي زيد فيها واحد لا فاكيول كون فو فويي ملي تنقول فاكيول واحد الفجوه بحال شي ساك تما فين كيتجمع الماء والاملاح المعدنيه داكوغ هادي سكون ابيل لا فاكيول فجوه هاد الفجوه كاينه غير عند الخلايا النباتيه وما كاينش عند الخلايا الحيوانيه كاين دي بور وهاد لي بور فين كاينين كاين في لاباروا سيلوزيك لاباروا سيلوزيك هو الجدار الهيكلي وهو كيتميز بالسرابه ديالو هو اللي كيعطي لديك النبته هاد الشكل كيخليها انها عندها شكل هو سداسي الوغ كو الخليه الحيوانيه ما عندهاش جدار هيكلي وبالتالي كتكون يعني كل مره والشكل ديالها غالبا كتكون اوفال كتكون بشكل بيضاوي ولا دائري المهم ما كيخليهاش انها اللي كيخليها انها تحتفظ بهذا الشكل هذا هو لا باوا سيلولوزيك كاين كذلك لي كلوروبلاست وما يسمى بلاستيدات الخضراء بلاستيدات الخضراء كيدخل في عمليه التركيب الضوئي كاينين غير عند نباتات كاينين غير عند الخلايا النباتيه وما كاينش عند الخلايا الحيوانيه دونك كيف ما قلت لكم لي غروند بارتي يعني اللي مهمين وكاين عند اي نبته نويو نواه سيتوبلازم كيف ما كتعرفوا هو سيتوبلازم بالعربيه لا مومبرا سيتوبلازميك اللي هو الغشاء السيتوبلازمي الوغ كو لا ديفيرونس ما بين سيلو انيمال وهادشي اللي بغيت نقلوه وسيلو فيجيتال سي لا فورم
ايبولي ديغيك لا فورم ديالهم راه ماشي بحال فحال وحده سداسيه، وحده كتكون ربما كتكون بعض المرات كتكون دائريه، بعض المرات كتكون بيضاويه الشكل. المهم تتحافظ على الشكل ديالهم. كاين لا مومبرا بلازميك بيان سو سكو نابيل باردون الباغواسيلوزيك. الباغواسيلوزيك كيف ما قلت لكم كاين عند الخلايا النباتيه، وما كاينش عند الخلايا الحيوانيه. كاين لي كلوروبلاست او ما يسمى بلاستيدات الخضراء اللي كتوفر عليها فقط الخلايا النباتيه حيت كدير عمليه التركيب الضوئي. دونك اعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات غنتوقف معكم هنا الى حصه مقبله باذن الله، وانا رانا اشاره حطوا لي التعليق ديالكم فيما يخص يعني فيديوهات مقترحه انني نخدم معكم نيماجين باذن الله. عندكم اي تساؤل كونسيرن الدرس ولا الفروض ولا اي حاجه حطوا ليها في لي كومونتير، كنحاول انني نجاوب جميع التلاميذ والتلميذات. واحد موفق لجميع.